بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني التلاميذ، مرحبا بكم في هذا الفيديو. قاعد نحاولوا فيه إن شاء الله نديروا واحد التمرين على التكامل. هذا التمرين هذا خدينا لكم الامتحان الوطني ديال 2007. إذا التمرين ديالنا هو تحقق من أن إكس يستثنى على إكس زائد واحد تساوي إكس ناقص واحد زائد واحد على إكس زائد واحد. بطبيعة الحال هنا مجموعة التعريف هي إر محومة من ناقص أو من ناقص واحد، صافي. ثم قالوا لنا بين ان الانتيغرام من صفر جوج ديال اكس يساوي 2 على اكس زائد 1 دي اكس بطبيعه الحال تساوي لين ديال 3. ثم باستعمال المكامله بالاجزاء بين ان الانتيغرام ديال صفر او الانتيغرام من صفر ل 2 ديال اكس لين ديال اكس زائد 1 دي اكس تساوي 3 على جوج لين ديال 3. اذا هنايا كنصحكم دائما انكم ديروا بوز الفيديو وتاخذوا التمرين عندكم وتخدموا، ومن بعد ترجعوا للفيديو وتشوفوا داكشي اللي درتو واش كيوافق هادشي اللي عندنا هنا ولا لا. ثم ما تنساوش تشتركوا بالقناه وتبارطاجيو هاد الفيديوهات مع الاصدقاء ديالكم باش يستافدوا، ولا عندكم اي تساؤلات وضعوهم في التعليقات. يلا نبداو على بركه الله. اذا هنا اول سؤال قالوا لنا هنايا بين ان او تحقق ان اكس يساوي 2 على اكس زائد 1 تساوي اكس ناقص 1 زائد 1 على اكس زائد 1. اذا هنا عندي جوج طرق، اما نبدا بالطرف الاول باش نلقى الطرف الثاني، او العكس نبدا بالطرف الثاني باش نلقى الطرف الاول. اذا عندي هنايا من الاحسن دائما نبدا بهذا الطرف هذا، لان هنايا بطبيعه الحال غادي نوحد المقام فقط ثم غادي نحسب البسط. اذا عندي هنايا اكس ناقص 1 زائد 1 على اكس زائد 1 تساوي، إذا هنا ما عليا إلا نوحد المقام، المقام الواحد هو إكس زائد واحد، إذا تعطينا ماذا؟ إكس زائد واحد. ثم عندي هنا فاش غنضرب هاد إكس ناقص واحد؟ غنضربها في إكس زائد واحد، غتولي عندي ماذا؟ غتولي عندي إكس ناقص واحد عامل لإكس زائد واحد، ثم زائد هاد واحد اللي عندي، مزيان؟ إذا تساوي من طبيعة الحال هادي إكس ناقص واحد عامل لإكس زائد واحد، نعرفوها أنها عبارة عن المتطابقة الهامة اللي هي أ ناقص بي عامل لأ زائد بي. إذا هنا كنعرفو بأن أ ناقص بي عامل لأ زائد بي كتعطينا أ أس 2 ناقص بي أس 2. إذا هادشي اللي غندير هنا، إكس ناقص واحد عامل لإكس زائد واحد راه هي إكس أس 2 ناقص واحد أس 2 اللي هي واحد، ثم زائد واحد على اكس زائد واحد اللي عندي في المقام، مزيان. ثم هنا لاحظوا معايا واحد ناقص واحد راه هي صفر، اش غيبقى لي انا في البسط؟ غيبقى لنا اكس يساوي 2، اذا غيولي عندنا اكس يساوي 2 على اكس زائد واحد، مزيان. وهنا بطبيعة الحال راه اكس ناقص واحد زائد واحد على اكس زائد واحد هي اللي كتساوي اكس يساوي 2 على اكس زائد 1. وهنا بطبيعة الحال كنتوصلوا الى السؤال ديالنا بكل سهولة، ما عليا الا نوحد المقام ونبسط. اذا بالتالي اش لقيت؟ لقيت بان اكس يساوي 2 على اكس زائد 1 تساوي اكس ناقص 1 زائد 1 على اكس زائد 1. نعم. يلا نشوف السؤال اللي هو السؤال رقم 2. اذا فيما يخص السؤال الثاني قالوا لنا هنايا بين ان الانتيغرام من صفر لجوج ديال اكس اس 2 على اكس زائد 1 دي اكس تساوي ln ديال 3. اذا فيما يخص السؤال الاول بين بان اكس اس 2 على اكس زائد 1 كتساوي لنا اكس ناقص واحد زائد واحد على اكس زائد واحد، مزيان. اذا الانتيغرال من صفر لجوج ديال اكس يساوي 2 على اكس زائد واحد دي دو اكس راه كيساوي لنا الانتيغرال من صفر لجوج ديال هاد التعبير هذا، صافي. اذا ديال ماذا؟ اكس ناقص واحد زائد واحد على اكس زائد واحد ثم دي دو اكس، مزيان. وكنعرفو انه الانتيغرال
ديال مجموع دالتين لهنا من ال بي ديال اف دو اكس زائد جي دو اكس راه هو ماذا؟ لانتيغال من ال بي اف دو اكس دي دو اكس زائد لانتيغال من ال بي جي دو اكس. مزيان، اذا هادشي اللي غادي نستعمل هنايا. اذا تعطينا ماذا؟ لانتيغال من صفر لجوج ديال اكس دي دو اكس بطبيعة الحال ناقص هاد الناقص اللي عندي هنا، واضح؟ لانتيغال من صفر لجوج ديال واحد دي دو اكس زائد لانتيغال من صفر لجوج ثم واحد على اكس زائد واحد دي دو اكس. مزيان، تساوي اذا هنا الدالة الاصلية هي اكس، راه هي ماذا؟ اكس هنا عندي اس واحد، اذا نجمع واحد مع واحد اللي هي اثنان، صافي على اثنان، هذه راه باينة. اذا هنا صفر ثم هنا اثنان ناقص الدالة الاصلية ديال واحد راه هي اكس، ثم هنا صفر ثم هنا اثنان. مزيان، ثم شوفوا معايا عندي هنا الدالة الاصلية، اذا عندي هنا ا بي، شوفوا معايا هاد واحد راه هي الاشتقاق ديال اكس زائد واحد، اذا شنو عندي هنا؟ اكس زائد واحد بريم، اذا هنا عندي اي بريم دو اكس على اي دو اكس، صافي دي دو اكس، هذا اش كتعطينا؟ كتعطينا اي لان ديال اي دو اكس من ا ل بي. مزيان، كنعرفو انه الى عندي اف دو اكس من ا ل بي، هذي تعطينا اف دو بي ناقص اف دو ا، واضح؟ اذا هنا تعطينا ماذا؟ زائد، اذا الدالة الاصلية ديال واحد على اكس زائد واحد راه هي اي لان ديال اكس زائد واحد ثم هنا صفر ثم هنا اثنان، واضح؟ اذا تساوي، اذا غنطبق هاد الشيء، هاد الشيء اللي قلتو هنا غنطبقو هنا، اذا الصورة ديال اثنان، اذا عطاتنا ماذا؟ اثنان اس اثنان على اثنان، اثنان اس اثنان على اثنان ناقص ثم هنا صفر، اذا هنا صفر اس اثنان على اثنان ناقص ثم هنا اثنان ناقص صفر زائد نفس الشيء بالنسبة لهنا، اذا هنا كيبقى لي غير الحساب، الين غنعوض هاد اكس بواحد، عطاتنا اثنان زائد واحد اللي هي ثلاثة ناقص الين، هنا غنعوض اكس بصفر الين ديال واحد. مزيان، تساوي اذا هنا اثنان اس اثنان على اثنان راه هي اثنان ناقص صفر ثم ناقص اثنان زائد الين ديال واحد راه هي صفر، ثم غتبقى لي هنا الين ديال ثلاثة، اذا شنو اللي عندي؟ الانتقال ديالنا على اكس زائد واحد دي دو اكس راه كيساوي عندي هنا اثنان ناقص اثنان راه هي صفر، تبقى لي هنا الين ديال ثلاثة، وهذا الشيء هو اللي مطلوب في السؤال ديالنا. اذا لقيت بان الانتقال من صفر لجوج ديال اكس اس اثنان على اكس زائد واحد دي دو اكس راه هو الين ديال ثلاثة، وهنا كنجاوبو على السؤال الثاني. اذا نشوفو السؤال رقم ثلاثة، إذا فيما يخص السؤال رقم ثلاثة قالوا لنا باستعمال المكاملة بالأجزاء بين أن الانتقال من صفر لجوج ديال إكس إلين ديال إكس زائد واحد دي دو إكس راه كيساوي ثلاثة على جوج إلين ديال ثلاثة. إذا نشوفوا هاد الخاصية هادي، شوفوا معايا الانتقال من أل بي ديال إي دو إكس بي بريم ديال الأول بي بريم دي دو إكس تساوي، شوفوا معايا إي دو إكس بي دو إكس من أل بي الدالة الأصلية بطبيعة الحال ناقص لانتيغال من ال بي اي بريم دو اكس في دو اكس دي دو اكس. اذا شنو هو الهدف ديالي؟ هادي ضروري خصكم تكونوا عارفينها، صافي حفظوها، لان هادي هي اللي كنستعملو باش نستعملو المكاملة بالاجزاء. اذا انا غادي نحاول نقلب هنا على اي دو اكس ثم على في بريم دو اكس، ما معنى هذا؟ كنشوفو هنايا الدالة اللي هي سهلة ندير ليها الاشتقاق، ثم الدالة اللي هي بسيطة نقلب ليها على الدالة الاصلية. اذا هنا اكس راه ساهل نقلب ليها على الداله الاصليه، اذا هاد اكس راه غادي نوضعها راه هي في بريم دو اكس، واضح؟ ثم الين ديال اكس زائد واحد راه نوضعها هي اي دو اكس،
واضح إذا شيء اللي عندي نضع في بريم دو إكس تساوي إكس. إذا شنو الهدف ديالي؟ خاصني نقلب على في دو إكس. إذا شرطنا في دو إكس يعني الدالة الأصلية ديال هاد إكس اللي هي إكس أس 2 على 2، ونضع ماذا؟ U دو إكس تساوي إلين ديال إكس زائد واحد. إذا هنا نقلب على U بريم دو إكس، إذا U بريم دو إكس تساوي ماذا؟ الإشتقاق ديال إلين ديال إكس زائد واحد راهي لأن إكس زائد واحد بريم على إكس زائد واحد اللي هي واحد على إكس زائد واحد. صافي، إذا ما عليا إلا نعوض. إذا شنو اللي عندها؟ الانتقال من صفر لجوج ديال إكس إلى ديال إكس زائد واحد دي دو إكس تساوي، غنعوض غنعوض هنا هاد إي دو إكس غنعوضها. إذا عطيني مالها إي دو إكس راه هي إلى ديال إكس زائد واحد، إذا إلى إكس زائد واحد في في دو إكس. وشناهي في دو إكس؟ إكس أس 2 على 2 بطبيعة الحال دائما من صفر لجوج، ناقص هذا الناقص اللي عندي هنا لانتيغرال من ا لبي يعني من صفر لجوج. ثم اي بريم دو اكس دائما وهي واحد على اكس زائد واحد وهي في في دو اكس، وفي دو اكس دائما وهي اكس اس 2 على 2 هي. ثم دي دي دو اكس غنوضع هاد الانتقال هو جي باش بلا ما نبقى نعاود هاد التعبير هذا. اذا جي يساوي، اذا هنا عطاتنا مالا، نحاول ندير التبادلية اكس اس 2 على 2 الى ديال اكس زائد واحد دائما من صفر لجوج ناقص. شوف معايا عندي هنا واحد على جوج، هاد واحد على جوج غادي نخرجها غتولي عندي مالا. كنعرفو ان الانتقال ديال من ا لبي ديال كا اف دو اكس دي دو اكس راه هو كا لانتيغال من ا لبي اف دو اكس دي دو اكس. مزيان، اذا تعطينا واحد على اثنان، هاد واحد على اثنان هاد هي اللي خرجتنا لانتيغال من صفر لجوج. ثم اكس اس اثنان في واحد راه هي اكس اس اثنان على اكس زائد واحد دي دو اكس. مزيان، اذا جي تساوي، اذا هنا ما عليا الا نحسب. قبل ما نحسب شوفوا معايا عندي هنا اكس اس 2 مقابل بادي على 2 ثم الى اكس زائد 1 من 0 ل 2 ناقص 1 على 2. شوفوا معايا هذه راه هي اللي لقيناها في السؤال الثاني. شنو لقينا في السؤال الثاني؟ لانتيغال من صفر لجوج ديال اكس اس 2 على اكس زائد واحد دي دو اكس لقيناها راه هي الين ديال 3، راه حنا حسبناها في السؤال الثاني. اذا هنا عطاتنا في الين ديال 3. مزيان، اذا ما عليا الا نحسب هذه الصوره ديال 2 راه هي 2، اذا 2 اس 2 على 2 الين ديال ماذا؟ غنعوض هاد إكس بإثنان أيضا، إذا هنا إثنان زائد واحد، وإثنان زائد واحد راه هي ثلاثة، ناقص الصورة ديال صفر، إذا هنا صفر أس إثنان راه هي صفر، صفر على جوج، إذا صفر على جوج، إلين، ثم هنا غنعوض أيضا إكس بصفر عطتنا إلين ديال واحد، ناقص واحد على جوج، إلين ديال ثلاثة، مزيان، إذا جي تساوي دائما، راه شتي وضعناها هو الإنتقال من صفر لجوج ديال إكس إلى ديال إكس زائد واحد دي دو إكس. إذا هنا إكس أو إثنان أس إثنان راه هي ربعة، ربعة على جوج راه هي إثنان، إثنان مالا إلى ديال ثلاثة ناقص هنا إلى ديال واحد راه هي صفر، صفر في صفر راه هي صفر، تبقى من هنا ناقص واحد على جوج إلى ديال ثلاثة. مزيان، إذا جي تساوي هنا عندي العامل المشترك هو إلى ديال ثلاثة اللي عطاتنا هنا إثنان ناقص واحد على جوج عامل دي إلين ديال ثلاثة. إذا ما عليا إلا نحدد المقام هنا، جوج في جوج ربعة، ربعة ناقص واحد راه هي ثلاثة، إذا ربعة ناقص واحد
على جوج إلى ندير ثلاثة، بالتالي جي تساوي، أي عندي واحد مغير، جي تساوي أربعة ناقص واحد هي ثلاثة على جوج إلى ندير ثلاثة، وننطبق الحال كنوصلو إلى الإجابة ديالنا اللي قال النبي أن الانتقال من صفر لجوج ديال إكس إلى ديال إكس زائد واحد ديال إكس تساوي ثلاثة على جوج إلى ندير ثلاثة، وهذا الشيء اللي لقيت هنا، لقيت بأن جي تساوي ثلاثة على جوج إلى ندير ثلاثة، وبطبيعة الحال راه جي راه وضعتها هي الانتقال من صفر لجوج ديال إكس إلى ديال إكس زائد واحد ديال إكس. إذا كنوصلو إلى النهاية ديال التمرين ديالنا، كنتمنى يعجبكم الفيديو. وما تنساوش تشتركوا بالقناة وتبارطاجوا هذا الفيديو مع أصدقائكم باش يستافدوا، لأنهم مقبولين على الامتحانات الوطنية. إلى عندكم أي تساؤلات وضعوهم في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.